كما كتشوفوا هاي كتبدا تسحب بواحد السرعه وما كتخليش حتى شي حاجه. السلام عليكم الاخوان، جيت اليوم باش نوريكم الحاجه اللي اقتصدت ليا بزاف في جيبي واقتصرت ليا حتى في الوقت ديالي، واللي هي الماكينه العجيبه. هاد الماكينه مجرد ما كتشريها كتلقى فيها ثلاثه الاجزاء، الجزء الرئيسي وكيتكلف يحيد لك اي حاجه كانت كبيره الحجم ديالها كبير، حيت كما كتشوفوا الفتحه ديالو هاي قداش، يعني اي حاجه تقدر تدخلها. الجزء الثاني كيكون معاه هو هذا اللي كيتميز بانه رقيق بزاف، يقدر يدخل ما بين البلايص اللي صغار ومضيقين ويحيد منهم الوسخ وما يبقى فيهم حتى حاجه. الجزء الثالث هو هاد الشيته اللي حتى هي كتقدر تنقي اي حاجه كاين بحال الغبره، اي حاجه كتقدر تحيدها وبواحد السرعه. دابا تشوفوا كيفاش في الفيديو، وعاد كتلقى معها الكابل اللي هو كيشارجها، وهذه راه كتشد شارج لواحد المده طويله. دابا غادي نجربها مع البلايص اللي فيهم شي حاجه شي قطع كبار باش نوريكم هاد الجزء الاول كيفاش كيخدم، ومن بعد ندوزوا لهذا. كما كتشوفوا هاي كتبدا تسحب بواحد السرعه وما كتخليش حتى شي حاجه، وداك الشيء كلشي في مده قصيره ديال بصات. ها كما كتشوفوا داك الشيء كيكون خفيف صغير وفي مده قصيره بزاف. ثم كما كتشوفوا كيحيد داك الشيء بواحد السرعه اللي كبيره بزاف، وكيخلي وما كيخلي حتى شي حاجه ديال الوسخ مازال. هنايا هاي كما كتشوفوا هنايا، نقدروا دابا نمشيو حتى لهاد البلاصه هنايا اللي كتحيد هاد الشيء كامل دغيا. ها هما كما شفتوا ما بقى حتى شي حاجه. بالنسبه للقطع الصغيره اللي كتبان لكم هنا، هنا فين غادي يجي الجزء ديال ديك القطعه الثانيه اللي قلت لكم، واللي كتقدر تحيد اي قطعه صغيره كما كانت بسرعه، اللي كتركب على هذا الشكل هكا. ومن بعد كلشي ساهل كما كتشوفوا، حتى حاجه ما صعيبه، هادشي يقدر يخدم به اي واحد. ومن بعد كتورك عليها وكتبدا بحال هكا كما كتشوفوا، كتدخل ما بين البلايص المضيقين وكتقدر تحيدهم بواحد السرعه بحال ما كان حتى حاجه تما. ها هي كما كتشوفوا هنايا حتى ما بقى والو، ها هي كما كتشوفوا ما بقى والو هنايا. كما شفتوا هنايا راه ما بقى حتى حاجه كتبان، شي حاجه اللي كبيره اللي غادي خصك دير لافاج وخسر عليها فلوس. ونجيو دابا لهاد الشيته اللي مجرد ما كتركب هنايا بواحد السهوله حتى هي، وكتكلف تنقي اي بلاصه بحال هاد البلاصه اللي كتكون بزاف كنلقاو فيها الغبره في الطوموبيلات ديالنا، فما عليك غير تضغطوا هنا كيدوز الهواء من هنايا وسط هاد الانبوب وكيجي هنايا وكيخرج منه اي حاجه كاينه ديال الهواء بحال هكذا. فبالتالي كتكون لخصتي الوقت باش ما تمشي لافاج وتسنى يسالي الطوموبيلات، وفي نفس الوقت لخصتي الفلوس ديال جيبك وخليتهم عندك. هذه تقدر تنفعك في اي وقت كنتي غادي فيها بالزربه، ما عندكش الوقت باش تمشي لافاج وتحط الطوموبيل تنقى، كتقدر تنقي الطوموبيل ديالك بسرعه وبسلاسه. بالنسبه الى بيتي تنظفها وساليتي فهي حتى هي سهله كما كلشي. كما كتشوفوا هنا كاين واحد الفلتر هذاك هو اللي كيخلي اللي كيشد الوسخ وكيف في نفس الوقت كينقي، ما عليك غير تحلها بحال هكذا، تحيد داك الفلتر بحال هكذا كما كتشوفوا. فها هي لابوبيل هنايا كاينه، ما عليك غير تخويها وانت الطوموبيل ديالك نقيه والماكينه رجعت بحال جديده. الا عجبتك هذه الماكينه فباش تحصل عليها حاجه سهله بزاف، ما عليك غير صيفط ميساج في النمره اللي كتبان لك في الشاشه، ولا تضغط على الرابط اللي غايبان لك لتحت وحنا غادي نتواصلوا معك. بالنسبه للتوصيل راه فابور ولا اي بلاصه في المغرب عند شركه شوبينيت غادي يجيك مع واحد الكادو اللي نتمنينا الاعجاب.